طيب قبل شوي خلصنا فطور والحين جاء وقت الانتعاش مع ستاربكس فرابتشينو. جاهزين شباب؟ جاهزين. بروح الثلاجة وبجيب المشروب. يلا. صراحة مشروبنا المفضل في رمضان ستاربكس فرابتشينو بعد الفطور وقبل السحور. يلا بجيب لإخواني وبسم الله. طيب شباب وقت ستاربكس فرابتشينو. يلا. يا سلام. طيب الشباب مستعدين؟ مستعدين. نبي نغير جو ونطلع بنوريكم الأغراض بس على السريع وننطلق المكان. طبعا المكان قريب بس الهدف إن نطلع برا تغيير جو سحور نحسن سمعة الرز الإنسانات. بس شيكت؟ شيكت؟ شيكت أنت شيك أنت شيك أنت حبيب قلبي؟ مشيك خلونا نوريكم الأغراض وبسم الله على بركة الله. زي ما تشوفون هذه الأغراضنا أغراض بسيطة. ناويين كبسة لحم. شفت هذا عبد الله؟ السلام. الله البانة ذي ما شاء الله. لبن ورز كيس الرز جوا ونسوي احلى سحور. كيس الرز جوا اقول خلاص عرفنا نعلمك بس ما يعلمنا يعلم نفسه اجلدني. تعال تعال يلا اركبوا السياره مشينا. وقفنا سيارتنا هنا والجلسه هنا. ايش رايك بالاضاءه؟ ايش رايك ترى مضبطين استوديو هنا؟ اي والله استوديو يجيب الاضاءات هنا. يلا افرش الفرشه. مضحك. ايه ما شاء الله ظريف من يومك يا يلا بس نعم ساعة. يلا عبد الله يلا 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 شباب ما شاء الله. هذا منسق منسق في العالم رجال اسمه منسق. خلوني اعلي الاضاءة شوي تشوفوا شوفوا الفرق. في فرق ولا ما في فرق يا شباب؟ اوه بدأت المباراة. ها بدأت المباراة ظريف. يلا هذه جلستنا الجميلة. طبعا بنسوي كبسه وسحور ان شاء الله هنا وشاهي ويعني جلسه رمضانيه. ما شاء الله على الجلسه الرمضانيه. وهنا ان شاء الله الامور زينه. هذه لازم معنا في كل كشته تشوفون الاشياء هذه. يلا شباب يلا يلا. وش الفعاليات؟ وش وين الجدول؟ الجدول شوف عندك هنا. اول فعاليه ان شاء الله الجلوس ثم المحادثه. الله يبارك. طيب اسمع عشان نكون جاهزين جيب القدر والكاتم هنا علشان نستعد لل والله اني جوعان من الحين. شوف كم الساعة؟ واحدة. واحدة الساعة واحدة باقي يمكن ثلاث ساعات على الأذان. طبعا اليوم سحورنا كبسة لحم صحيح عبد الله؟ صحيح. فعش بس حبيت أقول لكم وش سحورنا يعني اليوم. تغيير الجو لازم يا حبيبي يعني. إيش الملعب هذا؟ أقول عادي أهجد يا أبوي. إيش فيك أبوي؟ تبون الشاهي وكذا؟ تبي شاي الحين ها؟ لازم شاي. والله لازم شاي. شاي شاي تونا. تونا ناس شعد تونا صح. معليش فيك يا ابوي معليش. وش ذي ذرايه عشان الهواء نسينا شلون نكشت. نسينا يا ابوي من زمان والله ما كشتنا الصراحه. من وين جاي؟ يلا يا اعطوني انا اصلح الشيء. امسك عبد الله الكاميرا. يلا طبعا جايبين لنا على ما قال. تفضل يا شباب. ها هلا بشباب. خرافيش خرافيش. وجايب الشباب بطاطس. ما شاء الله ما شاء الله يا سعود. قبل السحور متى عمرك؟ متى عمرك يا اخي؟ بنسوي شاي الحين قبل السحور ولا بعد السحور؟ لا لا الحين يا شباب. والله تونا بالسحور باقي لنا اربع ساعات. شوف انا نبي نتسحر وخلاص يعني نرجع للنوم. بس اللهم مويه. طيب يلا هذه اجل. واحلى شاي رمضاني يا شباب. اوه وش مويه؟ احرجتني. احرجتك ها؟ بس ترى كنت بعزز لك كذا. لا ما عليك الحين والله بيجيك شاي حلو والله. يعني و... ليش اللفه هذه؟ وش عندك يا عبد الله؟ انا الحين بشغل النار يا طول العمر. تشغل النار ولا تشعل النار؟ اشعل النار اللي تبي. شباب الطلعات هذه كل سنه تعودنا لازم نطلع طلعه رمضانيه يا سحور. الغاز اصبر لا فنان يا عبد الله. لا لا فنان ما شاء الله. يلا شباب الشاي سريع. يلا يلا شباب تقصر على النار؟ لا خله يفوح بسرعه. يلا يا ابو خالد. يا ابو خالد دقيقه تكوى تكوى. وشو مناصب الغثيث ذا يا خالد؟ اي والله انك صادق انه غثيث وبيضه كذاب شكله. اللي نقول لهم اللي ما يدري السالفه اي يا شباب يشوف حلقات شاي حليب تحت في الوصف. الشاي قيد الانتظار. لا 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 يا شباب بسرعه. لا لا انا متحمس للسحور. يلا يلا روح روح. شيك صارخ طيب استغرف لواجب صحه ولد صحه راجل كذا.
والله اني ضابط التخف يا ولد. اخلص انت. طيب يا شباب خلونا نشيك اول، فيه الرز ولا مو موجود؟ موجود اخوي، 3 سنوات يا اخوي خلاص. الله الله بالدموع. كل راح كل سجل ابلستوني 3 سنوات. لكن نسى اللحم. اي والله اي والله انك ما ادري عنك. موجود اللحم؟ لا لا موجود موجود. اقول ليكون سير الكاميرا زي بعض الناس. شباب بالله في احد يذكرها؟ اتحدى واحد يذكرها. الا اتذكرها من سافر ناس الكاميرا. كاميرا كاميرا نزل كاميرا رز يهون كاميرا اقرب عليه تعبان اقرب كاميرا غير متابعين. اشوف يا ابوي انا ما عاد اتكلم. انحشرت يا شباب يصير صوتك كذا. وخلينا نقطع البصل. انا عارف اقول بديت اصيح يا ولد. والله ما شاء الله سعود قال بالبصل. كفو ما شاء الله. نبغى كبسة رجال يا جماعة. كبسة رجال. بسم الله. يا سلام على الشاهي. سلام يا سلام. والله شاهي بي. اقول وش العذاب يا اخوي. وش فيك يا ابوي؟ اقطع بصل واشرب شاي. حد انت اللي تبي تقطع. خلاص خلص. يترى متاخرين 1:30 الحين. يلا يلا جاهز جاهز والله. الكبسة يبيلها ساعة وخمس وربع. تدش معناتها 245 دقيقة نخلص. الله يذن وانا ما اكلنا. يلا 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 يا ابو ناصر. يلا يا شباب يلا يا ابوي. بسم الله الحين نبدا الشغل. بحكم انكم انتم اللي ناسين الاشياء، انت ناسي رز وذا كاميرا. تسوون الكبسة. ولا يهمك من عيون الثنتين. من نقطع البصل؟ حنا نقطع البصل. انت حنا انا المقطع. خلصت تقطيع طبعا. نشوف شغل الشباب هنا يا شباب. بسم الله لان ما عندنا. ما شاء الله اعطوني الزيت يا شباب. يلا يلا نسوي الزيت تعبان عطني. بسم الله. هذا الزيت وهذا البصل بنسوي ان شاء الله كبسه لحم. اوه يلا سعد سعد يلا على طول. صار اسم ذي ها. يلا يلا الله سلام عليك. احلى كبسه وسحور رمضاني. كبسه ابو حمد وابو خالد. ابو حمد غريب. ما شاء الله الشباب كلهم شاركوا بالكبسة ها؟ عشان كل واحد يصير مشارك. كلهم شاركوا ما شاء الله. يلا دحم شارك. يلا دحم دحم حط هذا حط كوب كوب يا دحم. يلا ايوه كلها كلها كلها. لا 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 حرك حرك امسك العمى. لا 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 يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا ابوي. هذه الكبسة هذه الكبسة في شيء يا ابوي. هذه الحيمات. والعب يا سعود يا تعبان والله فنان يا اخي. اقول اشتروا يا شباب على الكبسه. خلاص كذا خلاص. الله يستر والله ما ادري عنكم ترى انتم المسؤولين. طولين والله شكله باذن ما خلصنا. بسم الله على بركه الله. ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 بجيب الرز. حط الرز. يلا والله الشباب مجتهدين في الكبسه الرمضانيه. سحور كم يا ابوي. ايوه زيت الرز لا ما انسى. هذا وثق هذه اللحظه يا سعود. وشو اثناء وضع الرز؟ اي والله ما نسيت كاتم. خلاص النسيان السابق يروح. اتمنى ما حد يجي يقول لي والله رحمت سعد. خلاص خلاص رحمه خلاص. بس الكاميرا عاد يا شباب سفرتنا جاهزه الحمد لله. سحور يا شباب والله باقي سحور والله. اصبر اصبر يا سعد هذه اللحظه الحاسمه. ها يلا يا شباب صور بس. والله الصراحه يشهي اللحم يلا يلا اسلم. بسم الله خرجتني. اخلص ناسي الرز بعد. 1 2 3 الله لا 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 يا سلام ما شاء الله تعال 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 الشكل سلم. ايش رايك يا ابوكم؟ احد يقول رز احد يقول رز احد يقول رز والله بعد هذه ما شاء الله ما شاء الله. وهذه الساطه وين هذه؟ جيبها 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 ابي سحور. شوف من الصداع يعني سحور. والله ترى باقي ساعه بالضبط. صور صور يا سعود كل واحد ياخذ له من اللبن. الله امسك اللبن. تفضل يا شباب حياكم الله على قبل الكنافه. سموا سموا ها تعال يا سعود. والله ودي اجرب يا شباب. الاكل يشهي ما شاء الله. شوفوا اللحم حار حار. بس حار مره والله. شوف شوف من الفاء بالله سعود شوف اللحم شوف ما شاء الله. لا صور هذه هذه عشان تنفتح. شوف شوف الله مفخصت ولا بشيء. بنبي ناكل وبيض الله وجيكم على الاكل حبيبي بالعافيه. سحور رمضاني في الاجواء الجميله. برد والله الجو بدا يصير بارد. يا اخي سموي. يلا يلا بسم الله. طيب استمتعتوا ولا لا؟ والله استمتعت جدا. غيرنا جو الحمد لله وتسحرنا برا. حبينا يعني نشارككم يومنا. دائما طبعا نطلع لازم كبسه. صح يا حبيبي تعودنا. الحمد لله. لا تنسون زر اللايك والاشتراك. وش رايكم ان ننزل كل يومين ثلاثه؟
ترى يعني ربان. لا تنسوا اللايك واشتراك بالقناة، نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي. اوه مع السلامة.